كلها ايجابيه. ان شاء الله يكونوا كل اصحابه بالصف لميغال كمان ان شاء الله يكونوا عم يحضروه يتعلموا منه. بلال علوي مدرب رياضي بنشكر حضورك معنا، كان ضروري انه نضوي، مش انه خلصت الصيفيه بنبطل نعمل سبور، لانه عاده عندنا هيدي الفكره انه اول ما تبلش الصيفيه او تقرب نهجم كلنا على الجيم، لا فينا نكفي نعمل سبور حتى بفصل الشتاء. شكرا لك، يعطيك العافيه وكل التوفيق. ميرسي، اهلا فيك. بريك ونتابع اخبار صباح. بعالم تاني مختلف ما له حدود. قال لي شد لي ايدك، شديت ايدي وشوت لي. سيرين عبد النور عندي مداهمة حياتي ما سمعت، ما وعيت من الصدمة. ولأول مرة هيك شوفني شو عم بصير. بتعيش التفاصيل. انتو عارفين مين هي هيدي شو في وراها؟